مساء الخير بالقسم الثاني من لم الشمل، وصلنا لحكي ميديا. هلأ عابد صار معنا من جديد، مساء الخير. مساء الخير عنك. عن جديد يسعد مساكم أيها ميارة، وعن جديد يسعد مسا جميع مشاهدينا في القسم الثاني من حكي ميديا. ومباشرة إلى الموضوع الأبرز على السوشيال ميديا السورية منذ يوم أمس حتى اليوم، وطبعا هي من تداعيات الجولان وتوقيع ترامب على اعتراف الولايات المتحدة بالجولان السوري المحتل تابعا لإسرائيل. القضية التي تم طرحها ضمن برنامج من نوجر للإعلامي اللبناني بيير رباط، وكان يستضيف فيه مجموعة من الفنانين اللبنانيين ومن بينهم السوري علي الديك، أكبر الموالين للنظام. وعند إجابته على سؤال يخص الجولان قطعه الإعلامي اللبناني سلام الزعتري ليقول له إن النظام باع الجولان، وكانت هذه الكارثة الكبرى الجملة اللي فجرت كل اللي صار بعدين واللي حكى علي الديك وتداعيات ذلك وانسحاب سلام الزعتري من الحلقة. خلونا نشوف المقطع الذي أثار كل هذا الجدل. علي الليلة شو حبيبي؟ اطلالتك اليوم ايه؟ عم تتزامن مع الاعتراف الأمريكي بسيادة العدو الإسرائيلي على الجولان المحتل. شو بيقول علي الديك ابن سوريا على الجولان؟ ليك بدي أقول لك إني أول شغلة أول شيء للكون كله إني أسمع جعجعة ولا أرى طحينة. هاي بدكم تفهموها كلكم. الجولان محافظة من محافظات سوريا. اثنين، الجولان هي مدينة من سوريا، ودمشق لن تهنأ حتى تعود الجولان إلى حضنها، وما منهدر إحنا. بالإذن الجولان راجع بإذن الله. خليني خبرك، النظام بيع الجولان. ها؟ النظام بيع الجولان. أي نظام؟ هذا الحكي نسيناه هيدا. لا إذا بتريد. هذا الحكي هلا إنه إحنا نقول. إذا بتريد. بشرف. تحكي لحالك إذا بتريد. بس ما هلا. إذا بتريد تحكي لحالك. هذا الموجود. لا بدك تحتم حالك هون إذا سمحت. ليه إذا عم أقول لك. إذا سمحت. احترام. إذا سمحت. لا انا سوري على سمعنا ولينا بالثانية يا شباب. انتهى الفن، انتهى الفن، خلص انتهى. خلص دايمي. لا دايمي قال بدك تحكي عبي فانت مبهبط عليك. انت هذا ما خصك فيه، انت ما لك علاقة فيه، انت ببلدك. اسمع جوابك. ما بتحكي. ما بحكي بغض النظر. ممنوع. انتهى الموضوع، خلص خلصنا دايمي. سكروا، انا حكوا عني غير. يلا شافوا شباب، خلي لك جديدة. والله ولا بعلني، والله ولا بحكي كلمة. لا يا عيب الشو. لا 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 يا عيب الشو. لا معقول، ما معقول نختمها هيك. سوريا سوريا انا عندي سوريا ما بتكمل غير بدولته، وما بيحكمها غير قائد وبس. بس ما بتحكي عبي علي عدولة. علي لا ما بتحكي، اسمعني شوي، اسمعني. بلا رياض، بلا رياض. انا عم اقول لك هيدا اكيد رايك. انا ما عم بحكي عنك. انا بس كلمه، اسمح لي. بس هيدا شيء. انا ما بحكي على دولتك، انا على راسي. ما عم بحكي شو عم بحكي على دولتك. ما حدا يحكي عنك. خلص انت. خلص الله الشاميه. انا مو معقول. ديك زعل يعني كمية القرف بطريقة رده وبتشبيحه المبالغ فيه لدرجة القرف يعني. والأمية مفارقة أنه قناة ام تي في يعني صار لها سنوات تحرض ضد السوريين أنه يطلعوا من لبنان. وعندما جاءت على علي الديك، يعني علي الديك بقي واللبناني سلام الزعتري غادر الاستوديو يعني، وهذا قمة الأسف. المشكلة كتير ردود فعل صارت من امبارح لليوم حول هذا الموضوع من لبنانيين ومن سوريين. كثير نعمل فيديوهات، كثير نعمل تغريدات، كثير نعمل تعليقات، بوستات، مقالات إلى آخره. يعني يمكن في رمزية معينة لهي الحادثة اللي صارت، يعني هذا التشبيح اللي صار، التشبيح الفاقع. رح روح لأبرز ردود الفعل على المستوى السوري، قلنا في كثير، ولكن أبو ماهر صالح حب أن يتفاعل مع هذه القصة على طريقته الخاصة. خلونا نشوف. رسالة خفيفة نظيفة لعلي الجاجي.
ديك يدافع عن أسد متناسيا وجع البلاد جحش بهيئة مطرب ومعاق عاقل وجسد ومعاق عاقل لجعيره فرحت كلاب هتفت بذل للأبد هتفت بصوت مزعج نفديك بشار الأسد نفديك بشار الأسد وعلى نشاد زعيرهم ما عاد في القلب جلد قوم تكاثر جمعهم لكن وزنهم الزباد لكن وزنهم الزباد ديك المزابل صوته قد باعه لبني الأسد فالديك بشار أباه بئس المخلف والولد بئس المخلف والولد فالديك بشار أباه بئس المخلف والولد هو قال إنه بشار أبوه يعني كان عم بيقول أبو ماهر إنه هو قال إنه بشار أبوه يعني ما نحن عملنا علاقة ما بعرف شو معناته إنه قال إنه بيي قال بيي ودولتي وهي فكرة الأب القائد يعني لأيمتى رح نضل طبعا هي بالسيرنجات كأنه مغروزة إنه دايما الرئيس هو أب للجميع رح روح كمل رصد ردود الفعل وإلى التعليقات التي حظي بها هذا الموضوع المثير للجدل من امبارح لليوم مثل ما قلنا وسام يقول حافظ الأسد باع الجولان لأجل بقائه والآن بشار يبيع أجزاء من سوريا أيضا لبقائه هذا الشبل من ذاك الأسد تعليق آخر هيثم يقول سلام الزعتري ما حدا عارف في سكة أبو جعر أبو النشاز غيرك أيضا تعليق ليرام تقول كل ديك على مزبلته صياح ومثل شهير أيضا تعليق لشادي يقول بوم تم قصف جبهة الديك بنجاح وتحية حب لسلام الزعتري وأيضا تعليق آخر لحنين تقول حاجتك جعجع عاجز مثل النظام وإلك عين تحكي عن الجولان بعتوها من زمان حدا يشيله يطالعه من البرنامج تعليق آخر ما قبل الأخير أعتقد أو آخر تعليق أبو أحمد يقول البيان رقم 66 عاهر على جبين آل الأسد لولد الولد وإشارة للبيان 66 الذي أصدره حافظ الأسد وأعطى أمر لوزير الإعلام أنذاك بأن يصدره على وسائل الإعلام قبل سقوط الجولان ب 48 ساعة وهو البيان الشهير يعني اللي أعلن فيه عن سقوط الجولان قبل سقوطها أو عن القنيطرة أيضا رح نواصل ردود الفعل وإلى تويتر الذي أيضا اشتعل على خلفية هذه القصة هاشتاغ سلام الزعتري يحتل المرتبة الأولى في لبنان والعالم العربي على خلفية الحادثة التي شهدتها MTV يوم أمس طبعا عشرات التغريدات كتبت على هذا الهاشتاغ سلام الزعتري وجميعها تنقسم بين مؤيد ومعارض لما قاله سلام وبالتأكيد المعارضة والتأييد على كلام سلام منبع الخلفية التي أتى منها كل مغرد وما أكثر الخلفيات السياسية في لبنان وعم نشوف مجموعة من التغريدات الكثيرة على موقع تويتر على هاشتاغ سلام الزعتري المتصدر عربيا وفي لبنان طبعا كلها فيها فيديوهات وفيها رسائل رح ناخذ ما بعرف اذا معنا تغريدات على هذا الهاشتاغ بس قبل التغريدات رح ناخذ طوني عطيه حتشيتي وهو نشط سياسي لبناني احب ان يوصل رساله عن هذا الموضوع وتحديدا رساله لسلام الزعتري نشر على حسابه على فيسبوك وتويتر بان معا مع هذا الهاشتاغ خلونا نشوفه مع بعض اسمعي على الديك معلمك حافظ الأسد بيع الجولان للأمريكان ليبقى هو بالحكم من 40 سنة وقت ما بيعها ما أطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل وعملها أكبر محمية للطيور بالعالم شغلة تانية أقولها للم تي في يا عيب الشوم عليك بتستضيفوا ناس من هالنوع هيدا هيك لأنه بالفن مستوى هابط وبالسياسة هيك ناس هن أعدائنا ما بتجيبون تدعمون بتسوقولن منسوق لناس أعدائنا بيبعتوا متفجرات مع مشاي سماحة وغيره بيقتلونا وبدهم لبنان ممسحة ونحن ندعمهم ونحطهم بالواجهة أول صف بدل ما نحن ما نجيب ناس عندها مواهب يعني بعدها بأول طلعتها ندعمها ونقويها ونخليها هي نجوم صف أول منجيب ناس قاعدين منحطهم ببرامجنا من فترة كمان بأحد الكرة بدير الأحمر
جابوا حدا من بيت الديت عم بيغني، يا خيي يا حبيبي انت كمان عم تعمل غلط كتير كبير، عم بتجيب ناس قتلوا شبابنا وقصفوا كورونا وعم بتدعمهم بالمصاري تعطيهم انت حق حفله. كل الاحوال اللي صار اليوم كتير منيح لنعرف كل العالم كيف عم تفكر وكيف عم تفكر. تحيه كبيره لسلام الزعتري البطل السيادي الوطني يلي بيقول الحقيقه مثل ما هي وبكل جرأه ما بتفرق معه شيء. وهيدا انسحابك من الحلقه هيدا وسام شرف على صدرك ونحن نعطيك اياه من عنا مش من مطارح تانية. يعني هي احد ردود الفعل اللبنانيه وهي كثيره يعني بالمناسبه. ما زلنا في تويتر وراح نكمل التغريدات اللي انكتبت على هذا الموضوع. البداية من الرفيق الحساب هيك اسمه بيقول قال عدي علي الديك انزعج وعصب لأنه قالوا له أن النظام باع الجولان، شلون ما يخبر أنه سوريا كلها باعت؟ أي يمكن ساعتها يعصب أكثر ويبيض. تعليق آخر لبلال يقول تعليق طويل أو تغريدة طويلة، سلام الزعتري بيطلع حدا بيقول ما عندكم دليل وكله قويل. طيب انسى أنه ابد حقه، بس يا أخي انسحاب الجيش السوري بدون ضربة كف مش دليل. طيب 40 سنة الجيش السوري عم يتجول بين لبنان وسوريا من حرب لحرب وما خلى ولا نوع سلاح ما استعملوا، معقول ما مرة سمعنا بطلقة نار على الجولان المحتل؟ أيضا تغريدة للصحفي اللبناني محمد قاروط يقول بس سؤال لبيير رباط، طبعا هو مقدم البرنامج من نوجر، ليه تخليت عن خيك بالبرنامج سلام الزعتري؟ لك حتى كلمة ما حكيته ويلي كانوا موجودين معقولة هيك بتتخلوا عنه كرمال ما تخرب الحلقة؟ لك أنا بخرب الحلقة وما بتخلى عن رفيقي، كل يوم فيك تجيب ضيف بس مثل سلام زعتري ما فيك تجيب، مع احترامي منا وجر. طبعا عم بيعلق عن اللي صار لأنه تركوا سلام يغادر الحلقة وقعدوا يرضوا بعلي الديك، ووجهة نظره لمحمد قاروط كانت بهذا الشكل. طبعا الموضوع متفاعل ما يزال متفاعل الآن على السوشيال ميديا، ويعني حاولنا أنه نحيط بأكثر قدر ممكن من ردود الفعل والأشياء اللي صارت من بارح لليوم مثل ما قلنا لساتها مستمرة. بدي أودعكم مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حكي ميديا وغدا لقاء جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء عابد. رح نروح هلأ لفاصل قصير وبعده منتابع.